الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال الامام المصنف عبد الرزاق رحمه الله رحمه واسعه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال: باب انشاد الضاله في المسجد. قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال: اخبرني عمرو بن دينار انه سمع طاووسا يقول: نشد رجل ضالته في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجد ضالته. قال عبد الرزاق عن معينة عن عمرو دينار عن طاووس مثله. قال عبد الرزاق عن الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريد عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال: سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رجلا ينشد ضالة جملا له أحمر في المسجد، يقول: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له. قال عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن مصعب بن محمد عن أبي بكر بن محمد قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ينشد ضالة في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناشد غيرك الواجد ليس لهذا بنية المساجد. قال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن محمد بن المنكدر قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينشد ضالة في المسجد، فقال: أيها الناشد غيرك الواجد. قال عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن ابن سيرين أو غيره قال: سمع ابن مسعود رضي الله عنه رجلا ينشد ضالة في المسجد فأسكته وانتهره وقال: لقد نهينا عن هذا. هذا باب من شد الضالة في المسجد. أولا، هذه المساجد لها أداب، وتعظيم شعائر الله جل وعلا تأتى من تعظيم المساجد. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما رأى حسان بن ثابت ينشد الشعر في المسجد قام فنظر إليه نظر المنكر والمغضب، فنظر إليه حسان فأراد أن يرميه بمن؟ أراد أن يرميه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر لا يستطيع أن يقف في هذا الباب، فقال: ماذا؟ يعني تنكر عليه؟ فقال: ماذا؟ كنت أنشد الشعر وفيه من هو خير منك. وهذا خوف أرعب عمر بن الخطاب، ثم قال لأبي هريرة: أنشدك الله أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أهجهم يا حسان، أهجهم وروح القدس معك. قال: أشهد. فولاه عمر، أعطاه ظهره ومشى، حتى ما وقف، ما استطاع أن ينكر عليه، ما وقف. فتعظيم المساجد من أهمية المكان. ولما بال العربي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لم تبنى لذلك، إنما هي للصلاة وذكر الله. وأيضا معاوية بن حكم السلمي تكلم في المسجد وفي الصلاة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلاء، قد يكون قريبا ليبين تعظيم هذا المكان يعظم من أجل أنه تقام فيه العبادات، وأعظم العبادات على الإطلاق هي الصلاة. لذلك من نشد ضالة في المسجد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن من نشد الضالة قيل له: لا ردها الله عليك. وأيضا قال لمن باع واشترى في المسجد: لا أربح الله تجارتك. ما بنيت المساجد إلا لذلك. وهنا في قولي غيرك الواجد، أيها الناشد غيرك الواجد، هذا من باب إيش؟ الخبر اللي هو الدعاء، خبر ربي إنشاء على الدعاء، يدعو عليه، يعني يقول: وجدها غيرك فايش؟ فأخذها ولا ترجع إليك، لأنه استقبلها من مكان لا يصح له أن يستقبلها فيه. قال: ليس لهذا بنيت المساجد. فإنشاد الضالة في المسجد، قال ابن مسعود قال: سمع ابن مسعود رجلا ينشد الضالة في المسجد فأمسكه وانتهر وقال: نهينا عن ذلك. وهذه فيها دلالة على حرمة إنشاد الضالة في المسجد، حرمة إنشاد الضالة في المسجد. وإذا قلنا قال له: لا أربح له تجارتك، فيها أيضا دلالة على حرمة الإنشاد في المسجد وحرمة البيع والشراء في المسجد. ليش؟ لأن هذا سوق الآخرة، السوق الدنيا، وأنت تقلبه من سوق الآخرة إلى سوق إيش؟ دنيا.
وفي كثير من المساجد فيها أمر أعجب من عجب، وهو الإعلانات، الإعلانات، إعلانات على الحج والعمرة، إعلانات كل هذه أيضا فيها إيش من اللوازم، أنه لا يجوز بحال من الأحوال المساجد لم تبنى لذلك. من السنة أن يقول لا ردها الله عليك، أو من السنة لا أربح الله تجارتك. نعم شيخ، لما أحد يموت يكون مثلا توفى إلى رحمة الله فلان توفي، نعم هذا نعي بدون أمور الجهرية يجوز. شوف الولد مثلا فقد في السوق، فأنا ولد تاريخ مثلا من يراه يجده في المسجد لا يجوز له أن ينشده في المسجد، عشان الولد بيقول حضرتك عيل تايه يعني، بيقول لك في الأسواق وفي المسجد، وفي المسجد ينشدنا الضالة فيه. مش ضالة، الولد تايه ده لقيت ما ضال، هل يدخل في العموم؟ ضل يدخل في هذا، لا يقول في ولد تاه، لا يخرج خارج المسجد ويقول بذلك. لا يسمع أحد. كيف لا يسمع أحد؟ يجي الميكروفون. الميكروفون داخل المسجد. المتنقل. يا عم شيخ ده يروح يجيب سماعات، ما أما اسمه إيه؟ اسمه شاكوش ولا اسمه إيه؟ بيجيبوا منين؟ مش بيجيبوا سماعات؟ انا ما اعرفش بقى مين شاكوش ولا ادوم ولا حتى منشار، انا اتكلم على امر اخر، واتكلم على انه كل هذه التصديع الرؤوس والاذان من وين؟ مش من السماعات هذه؟ طب شيخ مقاصد الشريعه ما تخشش في تحكم في الحته دي؟ هذا الادب، الادب مقاصد الشريعه جاءت تحقق الادب. لو كان المسجد وسط السوق وكان بيجتمع فيه ناس كتير وكان يعني ممكن يكون وسيله، لابد يكون خارج المسجد على بوابه المسجد. نعم، باب البيع والقضاء. قال الإمام المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: باب البيع والقضاء في المسجد وما يجنب المسجد. قال عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن خصيفة قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يقول: كان يقال إذا أنشد الناشد الضالة في المسجد قال لا ردها الله عليك، وإذا اشترى أو باع في المسجد قيل لا أربح الله تجارتك. قال عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عبد ربه بن عبد الله عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم ورفع أصواتكم وسل سيوفكم وبيعكم وشراءكم وإقامة حدودكم وخصومتكم وجمروها يوم جمعكم واجعلوا مطاهركم على أبوابها. قال عبد الرزاق عن عبد القدوس عن حبيب عن عبد القدوس بن حبيب قال: سمعت مكحولا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنبوا مساجدكم الصبيان والمجانين. قال عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر أن يزيد بن الأصم أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنبوا مساجدكم الصبيان والمجانين. قال عبد الرزاق عن الثوري عن ثور عن رجلين بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن محرر. قال عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم بن مالك عن ابن المسيب قال: لو كان لي من أمر الناس شيء ما تركت اثنين يختصمان في المسجد. قال عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني الحكم بن عتيبة أنه رأى شريحا يقضي في المسجد، ورأيت أنا ابن أبا ليلى يقضي في المسجد. تعرفون عايش يقضي في المسجد؟ يقضي يموت يعني؟ لا مش شفتي قضاء يقضي يعني قاضي الكوفة، وكان أيضا فقيه الكوفة، وكان ثقة ثبتة. هنا باب القضاء في المسجد، باب القضاء في المسجد الأصل في أن الجواز ومنع لغيره، هذا ليس ممنوع للذات، ممنوع للغير، لأنه القضاء في المسجد يعني يكون سبيلا إلى الخصومات وعلو الصوت، وعند المخاصمة لا عقل في المخاصمة، لأن الأصل في المخاصمة البحث عن المغالبة، الأصل في المخاصمة البحث عن إيش؟ المغالبة، يكون فيه لحن القول ويكون فيه أيضا السب والتعدي والتجاوز، وفيه القسم، قد يكون القسم الكذب، وكل ذلك لا صح أن يكون في المسجد. نهيك على أنه قد يمكن أن يترامى كل واحد من الآخر، يكون فيهم السب والشتم واللعن أيضا وهو في المسجد، وهذا لا يليق بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أي مسجد من المساجد تعظيما لحرمات الله. كما قلنا عن ثوبان وكان يقال له إذا نشد في الضال في المسجد قال لا رضاه الله عليك، وإذا اشترى في المسجد قال له لا أربح الله تجارتك.
أما قول النبي صلى الله عليه وسلم مساجدكم مجانينكم وصبيانكم، وهذا أيضا من تمام حفظ المسجد، من تمام حفظ المسجد، لأن المجانين قد يفعلون ما لا يفعله غيرهم، يفعلون كما فعل الأعرابي، يذهبون ما عندهم أي عقل أي شيء، والصغير ناقص الأهلية، الصغير قد يفعل ذلك وهو ناقص الأهلية، مع أن الحديث هذا حديث ضعيف لم يصح. قال رفع صوتكم، يعني رفع الصوت أيضا في نوع عدم الأدب مع الله جل وعلا في رفع الصوت في بيته. وثالث يوفكم أيضا في المسجد لا يجوز، وبيعكم وشراءكم كل ذلك لا يجوز، وقامة حدودكم وخصوماتكم وجمع روحي وجمعكم، يعني المساجد تكون المساجد لذكر الله جل وعلا، لحلق الذكر لحلق العلم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ورد حلقا للذكر وحلقا للعلم، قال كلاهما على خير ولكني بعثت معلما. فأكون في المسجد أيضا انعقاد مجالس العلم في المسجد يكون أفضل من أي مكان. الخير الكبير العميم عندما يكون في المسجد، لأن يكون فيها الملائكة تحفهم، الفتوحات تكون، وإن كان كما قال علماء هنا غير المسجد ينزل مسجد المسجد في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا يذكرون اسم الله عليه، قال مجلسا أنه لم إيش ولم يقيد، لكن في الرواية الأخرى جلس قوم مجلسا في بيت من بيوت الله، التقييد هو في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا غشيتهم رحمة وحفتهم الملائكة ونزل عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن فيمن عنده. نسأل الله أن نكون كذلك. فهذا أيضا من باب الأدب مع الله جل وعلا، بالأدب مع مساجده. أخونا أبو عمر الله يحفظه يا رب وشرفنا، هو أخ الفاضل يقول فعندنا الأمر هذا منتشر جدا في المسجد بكل شيء من نعي أحدهم أو طلب التبرع للدم. طبعا النعي إيش؟ النعي وأيضا طلب تبرع الدم وطلب التبرع بالمال، كل ذلك يفعلونه في المساجد وهذا حرام ما يجوز. النعي سيدنا النعي المحرم. نعم حبيبي. لكن الإعلان عن موت فلان، الإعلان عن موت فلان هذا من حقه في المسجد يزور. حتى لو كان ويقول وغدا جنازة فلان وفلان. أيما الواحد أحسب ذكرت النعي في المسجد. لا لا جاهلية. طلب التبرع قدام سيدنا ينهى عنه أيضا. ينهى عنه. طلب التبرع مثلا بالمال للفقراء أو غير ذلك. لا ما ينهى عنه. هذا ما ينهى عنه. طب طلب التبرع قدام شيخنا ينهى عنه. على أنه باب عيل باب بيع ونهى عن ثمن الدم، يعني أقصد يباع ويشترى. ولأنه الكلام على مسألة التبرع بالدماء زريعة إلى أن يبيعه صاحبه، لأنه لما بيروح بيأخذ ثمنه فيدخل في مسألة البيع، فتكون من باب حسم المادة وسد الزريعة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.